في هذه الوصفة راح نغوص معاكم بالطبخ الكويتي الأصيل مع مشبوس اللحم اللذيذ، ومثل ما تشوفون شيء شغل عدل مدل. هم بعد شنو سويت معاه؟ حشو عبارة عن البصل والنخي وكذي هالسوالف الجميلة واللذيذة مثل ما تشوفون، عشان العملية شنو كلها تكمل. وخلونا نبلش الوصفة. ونبلش الوصفة أول شيء شنو راح نسوي يا جماعة؟ راح نسوي الحشو. طبعا الحشو من بيت لبيت يختلف، ولكن أتوقع الكل راح يتفق معاي بأن البصل والنخي وشنو بعد عندنا الكشمش. في ناس ما تحب الكشمش، لا تحطوا كشمش. صنوبر هم بعد في ناس ما يحبوا المكسرات، ما مكسرات، ولكن خلينا نقول النخي والكشمش والبصل هذول الثلاثة أوكي. بس اليوم يعني إضافاتي من عندي أنا، يعني عرفت شلون راح أسويها. فخلونا نبلش وصفة الحشو. اوكي يا جماعه بدون زيت الحين شغلت النار على الوسط، وراح انزل البصل على طول ونشوحه. وتعرفون الطريقه هذه انه نشوح البصل بدون زيت، حلو، وتالي نحط ماي ونقعد نقلب فيه. اوكي الحين مثل ما تشوفون راح نتقي احط الماي عليه ونبتدي شنو نقلب فيه مثل ما قاعد تشوفون. انزين راح يصير ذهبي، طبعا مو بالكامل ذهبي، راح نكرر هذه العمليه اكثر من مره، ننطر عليه ونصب الماي ونقعد نقلب لما يعطينا شنو اللون الذهبي. وبس كذي قلب معاي اللون الذهبي مثل ما تشوفون. يا سلام، يعني هذا اللون اللي انا ابي بالحشو، انه يكون ذهبي الى جريب الذابل مثل ما تشوفون. وتالي راح ننزل يعني باقي المكونات. الحين راح ننزل الكشمش وايضا النخي وايضا شنو السنوبر. الحين بهذا الوقت راح ننزل ملعقه كريمه من السمنه او الدهن العداني او شو تسمونه، نحمس الموضوع كله مع بعض على نار خفيفه. سلام، في ناس عندهم بهارات حشو جاهزة يروحون يشترونها من برا، ولكن أنا من ناحيتي بهاراتي مو جاهزة. أنا عندي هني اللومي مع فلفل أسود وبس، يعني أكثر من كذي أنا ما أحبه مع الحشو صراحة. يعني مو عشان والله لا، الخلطة الأصلية فيها كذي وفيها كذي، جربت يعني دارسين كذي جربت، ما عجبني غير اللومي وفلفل اسود شي طقه شي. بس شوف 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 الشكل، شوف الشكل شلون صار. طبعا كميه الحشو اللي مسويها كبيره، لان شنو انا اكل مكبوس لحم نص ونص حشو، نص بالنص، يعني مو شويه حشو شو وضرب مكبوس، لا ضرب مكبوس وحشو يا بعض نفس الكميه. وقلبي الحشو عندي شيء اساسي بالمكبوس. صدقون بس يا جماعه كذي حشونا صار جاهز، راح نوطي عليه وندش على شنو مكبوس اللحم هذا، خلوه يرتاح على صوب. طبعا راح اجرب اول مره اجرب هذه الوصفه، نسوي مكبوس اللحم بالشنو هذه بال شو اسمه الاير فراير، اقول شو اسمه جدر الضغط الكهربائي، جدر الضغط الكهربائي. إيه. اوكي بس هذه شنو ما ادري والله جايه وياها. عندي جدر سوم اليوم هني، هذه القطعة وين تركب الله أعلم. ما أدري والله شو يمكن هذه مالت كذي، ما أدري ولا كذي. مقطع، تصدقون أول مرة أشوفها مقطع. عمور أول مرة أدري إن تجي مقطع، يعني صرت جدر تجي بالمرة. خلوني أركب جدر الضغط هذا إنزين ونضبط الموضوع ونرد نكمل. أوكي بدام بلش يصير حار عندي هني يا جماعة، شنو طلبت من اللحام؟ يعطيني تشفل الخروف. طبعا راح نحاول ننذوبه حلو على اساس يعطي مكبوس اللحم هذه النكهه الجبينه. يا جماعه هذا اهم شيء عندي انا، طبعا ان تشترون تشفل اللحم وتخلونه شنو يذوب شويه كذي، تالي ننزل اللحم، يعني تالي نذوب الشفل شويه وتالي ننزل عليه اللحم عقب ما يكون في دهنه كذي. بعد ما له داعي تخلون الشفل طول الطبخه، لا تشيلونه على صوب عادي. الحين يا الربع بدام طلعت دهنه الشفل اللي انا حطيته، راح انزل البصل واسوي لي حمسه لطيفه وجميله. تمت المهمة بنجاح، وراح نبلش شنو ننزل اللحم ونحمسه، او خلينا نقول يعني نقليه شوية مع الشفل والبصل. اوبا شوف هذه عمور، هذه اهداء حقك، شوفها سلم تكفى.
مسوين مشبوس لحم حق 10 واحنا اثنين. يلا علينا بالعافية. برمضان دائما كذي الواحد يحسب حساب ستة قدامه. زين اول زين انت بروحك واحد شق. لا روح الجمعية وطشر الدنيا هناك، يعني اخذ الاكو واللي ماكو بالجمعية، عرفت شلون؟ هذا اللحام ما ايش حاط لي اياها، يعني ايش اسوي فيها؟ نحلف عليه يلا مو مشكلة. قايل الملعون حط لي قطيات كبيرة بس يلا. حاط لي شوية صغير وشوية كبير، الكبير عاطه قدامه اشوفه، الصغير ورا من خش كذي عرفتوا؟ اللحم اخو قلبي خله شنو يتقلى من تحت شوية وتدش الموضوع اللي وراه. يلا بسم الله الحين راح ننزل الماي. حلو الحين خليت اللحم شنو شوية يطبخ علشان شنو بالماي طلع زفارة اللحم، يعني مثل ما تشوفون الحين بنشيل زفارة اللحم. لازم يكون الماي يا جماعة فوق اللي بالسطح يكون صافي زجاج، يعني عشان تكملون باقي الخطوات لازم نشيل الزفارة بشكل كامل. اوكي شيلنا الزفارة كذي الحين. حلو الحين في طريقة عشان نقدر نتأكد الزفارة صارت يعني بشكل كامل، اننا بنشيلها وما نبيها تكون يعني مع الطبخ نفسها. حلو راح احط بصله قصيتها كذي على شكل كروس، وهم بعد شنو عندي هم بعد طماطه نفس الشيء راح اقصها على شكل كذي زائد او كروس ونحطها كذي. حلو بهارات، اول شيء البهارات المطحونه عندنا هني بهارات لحم او بهارات لحم مشكله، هني عندي الكركم وايضا شنو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الكزبره نسيتها قاعد طالع قاعد اذكر على بالي انا بالي دارسين، لا الكزبره كزبره كركم وبهارات لحم مشكله راح نحطهم قبل لا نضغط الموضوع. جماعه اول مره اسوي مشبوس لحم بالجدر الضغط. هني عند البهارات الصحيحه عندنا الدارسين والهيل ايضا اللومي، اللومي الاسود والابيض، ورق الغار ومسمار، واذا عندكم نجمه انا ما حطيت النجمه. حلو وهيل طبعا. حلو حلو الحين تاكد ان هذا الموضوع كله تعرف على بعض البعض. شلونكم شو اخباركم شو مسوين؟ تمام الحمد لله تمام. ايوه شي تسكر الحين راح احطه على اللحم يسوي لي اياه. حلو لمده 25 دقيقه ونشوف نشيك بعدين معاها، يعني نبطل عاد ما راح اقول لكم انه خالص، راح نشيك ونشوف اذا الموضوع يحتاج بعد وقت زياده او لا. خلكم معنا. اوكي الربع بعد مرور 25 دقيقة والبيت ريحته كلها فاحت لاني ما كنت مسكر عدل اول شيء، خلونا معاكم نكمل باقي خطوات الطبخة. اوكي لحظة الحقيقة. شوف اللحم ذاب ولا ما ذاب. خلنا واحدة كذي. بسم الله. حبيبي حبيبي 25 دقيقة اللحم صار شنو؟ ايس كريم. خلاص خلونا نطلع اللحم الحين زين والماي نخليه على صوب حق العيش. اوكي يا الربع الحين ماي سلق اللحم راح نصفيه من اللي حطيناه البهارات ما البهارات كذي. نقوع الزعفران مع ماي الورد. حلو انا راح اصبغهم فيه يعني حلو على اساس يعطي الوقت القلي يا جماعه، وقت القلي اللحم يعطي اللون الذهبي الحلو اللي انتم تبونه من اللحم او من هذه الطبخه بالضبط. حلو شنو منقوع؟ منقوع الزعفران شنو هو؟ نقدر نقول انه زعفران ماي ورد، شوية ماي حار إذا تبون، وهم بعد إذا تبون إضافة شو اسمه الهيل مع هالموضوع كله. طبعا هذا الموضوع ما حطيته وجبته وصورت فيه على طول، لا هذا من الظهر أنا مسويه. الحين إحنا الحين جريب أذان المغرب من الظهر على أساس ينقع ويعطيك النتيجة أحلى والزعفران يكون ماسك عدل. حلو راح ندهن اللحم بمنقوع الزعفران مثل ما قاعد تشوفون، وتالي نكمل باقي الخطوات اللي هي القلي. الحين شنو راح نسوي؟ راح ناخذ اللحم ونقليه. حلو على دفعات طبعا لان عندي وايد لحم. بسم الله. اوكي يا جماعه كذي قلينا اللحم، شوفوا شحالاته شغل عدل، اصفراني شويه مزعفر شغل عدل. الحين نكمل باقي الخطوات. عندي هني عيش مغسول ومنقوع طبعا، وراح ننزل عليهم ماي سلق اللحم. طبعا راح نخلي ماي سلق اللحم انش فوق العيش. راح نحط الملح. طبعا انا ما حطيت الملح مع اللحم لان راح ياخر، تدرون في ناس تدري ان الملح ياخر عمليه الطبخ، في ناس تحطه يعني ساعه ونص اللحم تفوحه تعال تحط الملح اخر نص ساعه وكذي عرفتوا؟ بس عشان جدر الضغط 25 دقيقه ما ينفع، عرفت الحركات هذه ما تصير مع جدر الضغط، ولكن خلونا نكمل الموضوع ونشوف شنو راح يطلع ويانا. اوكي سكرنا على الموضوع، الحين راح نخليه يطبخ لمده
ربع ساعة. أوكي خلصت الربع ساعة. عندي هني منقوع الزعفران ماي ورد المساعة قلت لكم عنه، راح نحطه على شنو؟ على نص العيش مو كله. والحين راح ننزل اللحم. الحين عندي هذا الحشو اللي سويناه أول شيء، راح نحطه هم بالنص الثاني من العيش. بس شوفوا كذي أنا غطيت العيش نصه لحم ونصه حشو والعيش تحت، ورشيت عليه شنو؟ ماي الزعفران، وراح نسكر عليه لمدة 5 دقائق وبس يا معلم، خلاص صار وقت النشاب. أوكي يا جماعة كذي خلصنا، خلاص خليتهم كذي تقريبا 10 دقائق، خليت العيش يتعرف على الحشو واللحم، والزيت اللي بداخل اللحم نزل على العيش. قاعد أشم ريحة الحين قوية، الحين وقت النشاب. أوكي يا جماعة صار وقت النشاب وتوى أذن، الحين صار تقريبا باقي له الإفطار 3 دقائق. حلو؟ حلو. آخر أسبوع من رمضان، الله يعوده علينا وعليكم بالصحة وطاعة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، ننشب الحشو وبروح. أوكي نبي نشيل الحشو على كتر، لأن شنو؟ بعض الأطفال عندي، بعض الأطفال، كل الأطفال عندي ما يحبون الحشو، ما أدري ليش، لأن الحشو شيء أساسي بالحياة يا أخي. الدنيا بدون حشو شنو؟ كملوا. هذا الحشو بروح حطيناه، راح أحط فوقه شنو؟ اللحم اللي سويته. أوكي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله أني أقدر شنو؟ أقلبه وأضبط الدنيا وما أعفس الدنيا. حلو، شنو هذا؟ خلوه على صوب زين. مشكلة أنه حار، شلون بسويها ما أدري. يلا لحظة الحقيقة يا جماعة الخير، بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، في المنتصف، في منتصف الجبل، ونقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، حكوك حكوك نزل يا جماعة، بونص راوند. خلصنا يا ربع، هذا مجبوسنا طيب، مجبوس اللحم اليوم فطورنا، علينا وعليكم بالعافية. لا تنسون يا جماعة إذا عجبتكم هذه الوصفة تسووا لي سبسكرايب، ولا تنسوا لايك يا جماعة، لايك إذا عجبتكم الوصفة، وأكيد راح يعجبكم الطعم أنا متأكد عقب ما راح تذوقونها، وخصوصا شنو؟ الدهن العداني اللي داخل الحشو هذا لازم تحطونه عشان يشربه الحشو، والحشو يخلي العيش يشرب الدهن العداني وراح تطلع طبخة نار. لا تنسون لايك وسبسكرايب، يعطيكم العافية.